ورجعنا لكم مستمعينا الكرام في الجزء الثاني والفقرة الثانية من برنامجكم الأسبوعي توب ويكند. كيف ما قلنا لكم فاليوم ثلاثة ديال الضيوف بعد ما ودعنا سي سمير الرابر والمنتج السينمائي. معنا دابا شاب كذلك هو فنان ولكن مجال آخر ديال الفن والإبداع هو التصوير الفوتوغرافي. معنا محسن بسيط، مرحبا بك معنا. الله يفديك، شكرا جزيلا تلبية الدعوة. مرحبا وسلام. إذن محسن بسيط 23 سنة، فنان فوتوغرافي مخرج، مرحبا بك. أول حاجة محسن اللي نبغيو نعرفو ونقربو الناس اللي معانا هنا طبيعة الحال والمستمع اللي كيستمعونا، شنو قصتك مع الفوتوغراف؟ إمتى بدات وكيفاش بدات؟ قصتي مع الفوتو كانت من صغر، كانت مني كانت عندي 13 عام. أصلا ديجا بدات القصة مع الإيماج. يعني يمكننا نقول محسن كيتقن لغة الصورة بحال هكا ياك، سي تحليل للصورة. هنا بدات مني كما كنقولوا حنا كاملين صغار كنكونوا كنتفرجوا في رسوم، كنتفرجوا في دي شين ديال الرسوم وكذا، وكنت بعد الرسوم كنحللهم، كنبغي نحلل لو بيرسوناج على بالطريقه ديالي بلا فيزيون ديالي. ما كنتبعش شنو دار المخرج ولا شنو كيعالجو كوم استوار، ولكن كنبغي انا نعالج استوار من 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 لا فيزيون ديالي. داكو، عطينا شي تجربه. يعني انت مازال صغير، بعدا بغيت نعرف الرسوم اللي كنتي كتفرج لهم وشنو كنتي، عطيني الروايه ديالك ولا لا فيزيون ديالك. بعد الرسوم اللي كنتفرج فيهم بزاف منهم سبونج بوب. كلنا كنا نسمعوا صوره الدراري ديال 2000 خلاص كوينتاكت كرام ندى. كنت كتفرجوا سبونج بوب؟ بيان سور، باقيه انا باقيه كنقرا في الباك وباقيه كنتفرج سبونج بوب. انا مازال كنتفرج في الرسوم وباقيه دابا كنتفرج. حنا مازالين كنتفرج في الرسوم، دابا كنتفرج مره كيجيني الحنين. انا سبحان الله ماشي سبونج بوب، لان سبونج بوب ولكن كاين الرسوم اللي باقي كيعجبني نتفرج لهم. الوغ سبونج بوب تخيل معايا يا اما شي سين او لا شي حلقه اللي انت عملتي لا اون اوتغ فيرسيون هي ديالك. ماشي حلقه، انا كنختار لو بيرسوناج. داكور، كتختار شي بيرسوناج. ماشي لو بيرسوناج بحال النجمه ولا سبونج بوب ولا بوب لي بونج اللي كان، وكنحاول نخلق منه انا استوار في البحر. هو ديجا الاستوار ديالو هو وسط البحر، وتا انا كنديو بحر في الدب عندنا في ساكن انا في عين السبع، وتا كنلاقي مع ولاد دبنا كيلعب معاهم، وتا كيمشي في هذيك الاستوار اللي انا كخيتها انا. كاين بزاف لي تبارك الله عليك، كاين بحال كاليميو. طهير، كنت كنبغي نعرف علاش داير داك الكاسك، علاش داير داك النص البيضاء، علاش ما كانش داير كاسكيطا ولا داير شي كاليميرو ديال الجينيراسيون ديالنا. حنا تفرجنا في كاليميرو. محسن، قلتي انك عزيز عليك الكاميرا، كتعبر امام الكاميرا، واش كنتي كتطرق المواضيع ولا قضايا اجتماعيه بالضبط؟ حيت يلا غنتعرفوا، يلا غنهضروا على انك كتعالج بعض القضايا في المجتمع. شنو هما؟ 100% القضية ديال المرأة. علاش المرأة بالضبط؟ المرأة ديجا تحية لكاع الأمهات ديالنا بطبيعة الحال. المرأة دائما مختزلة غير في الأم وصافي. لا حنا والو ربي يخلي لك ماماك، وتحياتنا طبعا لكل الأمهات ولكل النساء. تفضل. آمين. ألوغ المرأة بدات بالبروجي ديالي كور دو فام. بدات بالقصه ديال الوالده ديالي اللي ما نقدرش نفوت فيها ديتاي ديالها. فوالا، مي استوار ديالها كنت اكتيفيت بها ملي كانت عندي 14 عام. ملي كانت عندي 14 عام سمعت الاستوار ديالها من عندها هي كيفاش دوزات لونفونس ديالها. ولا انا عرفتي ندى، واش ممكن انه يتقاسم معنا التجربه او لا عنده تحفظ؟ لا، تحفظ على القصه ديال، ولكن انا فشفت لاباج ديالك شفت على ان الاغلب الصور كاين صور ديال النساء حاضرين بزاف، وشفت نواغي بلون الابيض والاسود. وخلنا اليوم ما جاش لابس نواغي بلون، كنت غنطرح هذا السؤال ملي شفته لابس هذا اللون. هذا كيخلي داير نظر اون بلون، عامل تيشيرت في النواغ، فوتو نواغي بلون. علاش هاد جوج الوان بالضبط؟ هنا فين غنذكروا داكار السينيغال، ولكن خليوك انت. هاد جوج الوان بالضبط. انت لابسه نواغي بلون، هذا بونطالون في البلون.
هي احتمات احتمات كنتم البنات بجوج واش اتفقتوا؟ لا كقلتوا هذه انا نجي معكم بالصدفه صراحه صدفه الوغ نواغي بلون هو اصلا كان واحد الاختيار اللي ديجا كان دور ديجا باش اختار نواغي بلون حيت ما كانش غير اختيار عادي زعما سيتي فريمون سبيسيفيك هذاك لو نواغي بلون ما كانش اعتباطي او عشوائي ولكن سيتي ان شوا اي هنا فاش جات علاش اختاريت نواغي بلون ديجا القصه اللي دوات عليها سي ديال داكار ابار داكار ابار كو سنغال ولا اي بلاد انا ديجا ماتيبي بلا كولتور افريكان كنموت على الافريقيه اكثر من اني نموت على شي كونتينو اخر جميل كان افريقي 100% فهمتي مشيت لدول في افريقيه عرفت بزاف الناس في افريك عرفت بزاف لي كولتور ديال افريك دونك تقاسمت معهم لا كولتور ديال المغرب اي وخديتي منهم خديت منهم بزاف تعلمت منهم بزاف اول حاجه احترام ديال 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 الانسان 100% هذوك الناس او ريسبيلي وهنا فين اختاريت هذا لو سوجي اللي بديت به اللي هو الغاسيزم انا بديت بالعنصريه هي الاولى كنت كنكتب على العنصريه شفتي شي حاجه باش خليت بزاف تكتب على العنصريه شفت بزاف لي زيستوار لا هنا لا في لترونجي فهمتي لا في توت لافريك لا في لوروب لا في دوطر كونتينون العنصريه حاضر واختاريتي ان يعني كتم تشتغل عليه انك تشتغل عليه فاش اختاريت العنصريه هنا فين ابليكيت لو نواغي بلون 100% حيت اول بوان كيتعنصروا فيه الناس هو اللون هنا فين اختاريت النواغي بلون باش ما نديروش هذيك الديفيرونس ما بين جسد اللي في لاكولور بيضاء وجسد في لاكولور لانها جوج الالوان هو جوج ديال الالوان التقابلات ديال التضاد اوسي يعني عنده كنظن حمولات اللي هي كبيره انت وانا داك تهضروا وانتم عارفين يعني كتهضروا على داكار على السنغال نبغيو حتى المستمعين ديال اذاعه كاب راديو داكار يحدد لينا علاش الوغ هضرنا علاش الوغ داكار بالاخص داكار بالاخص السنغال ديجا عندي واحد القصه كوميك مع الوالده ديالي على داكار كانت عندي 9 سنين كنت ناعس بحالي بحال الناس كيحلموا بالليل حلمت بداكار حلمت براسي انا في داكار في السنغال تحت هذيك البلاد فراسي سيرتو كو لو كارتي اللي انا كنت ساكن فيه كانوا بزاف الناس كنت عارف اللاجئين هنا كيجيو وكانوا بزاف الناس من السنغال عايشين حدانا عايشين تما دونك عرفت بليس لا كولتور ديالهم عرفت بزاف تقاسمت معهم لا كولتور ديالهم هنا في المغرب قبل ما نمشي للسنغال وانا فين حبيت السنغال وديجا قلتي انك عندك حب يعني للقاره الافريقيه كامله داك الشيء علاش اختاريتيها هنا تغون فورساج بزاف حيت انا كندافع الافارقه كندافع لان منهم كندافع على افريقيه كندافع على الكونتينوات واش غير لو فيت انك حلمتي انا باقي كنت انك تكمل لي الحكايه واه يعني واش حلمتي صافي وقررتي انك تمشي لداكار لان حتى انا كنحلم بزاف د البلدان وبزاف د الدول وبزاف د هذا مازال ما مشيت انت شي حاجه فيهم بغيت نعرف انت كيفاش عملتي لا فريمون حلمت بها فاش كانت عندي 9 سنين وحققتها فاش درت 18 عام يعني اول مره جاتك الفرصه ولا جاتو الفرصه قررتي انك تمشي لهاد البلاصه اللي حلمتي انت بها جميل ما عندي مشكل كيحقق الاحلام ديالك تبارك الله عليك كنت قلتها فريمون حتى الوالده ديالي وفقت الصباح قلت لها حلمت براسي انا في السنغال في داكار انا كندور في داكار عجبوني دوك الناس كندور معاهم عرفتيها داكار عرف داكار حلمت بها فريمون السنغال علاش حد ديك الوقيته كنت ملي كنقراو نكتب اسرائيل كنا كنقراو على السنغال ولا بزاف الدول وبقات لي داكار في راسي ومني قلت لها بداش كتضحك تقول لي اشنو هادشي دير زعما تما يا ما تقدرش تختار اوروبا ولا شي حاجه قلت لها انا ملي كنت صغير قلت لها بفمي قلت لها لافريك اي لافريك اي لافريك حنان غندوزو ننتقلوا لفكره اخرى هو سي محسن ابار الفوتوغراف يعني قريتي كدير التصوير كدير حتى الشوتينغ مع الفنانه واه هضر لينا على هذه التجربه الوغ انايا في لي زيتود اللي درت قريت السينما
غادي نهضروا هذه الفكره ديال السينما مازال غنرجعوا ليها ولكن نهضروا على الشوتينغ ديال الفنان. الو كنت المهم بديت عن طريق السينما ونقدر نذكر الاسم تاع واحد المخرج كبير. ماشي مشكل غير ما نذكروش الاسماء التجاريه راك عارف ما كنذكرها شي ولكن اسم مخرج كبير مغربي اللي كنحترمو من اكبر المخرجين ياسين فنان. هو الشخص الاول اللي عشتني من الاديه غيدخلني اول بلاطو ديالي في السينما وهنا فين حبيت فريمون ديك التجربه ديال السينما وخدمت مع فيلم ديالو لوميتراج ومن هذاك اللوميتراج كمخرج كمساعد مخرج يعني خدمتي معاه كمصور فوتوغراف كمصور هنا فاش بدات التجربه ديالي مع الفنانه انني نصور لي شوتين ديال الفنانه. اذا يمكننا نقولوا باللي الشوتين كان غير مرحله اللي غطمح من خلاله الهدف ديالك اللي هو السينما. مزيان. كذلك حنان محسن دار واحد الفيلم وثائقي تبارك الله اللي هو كيهضر على علاش كيهضر ومن ات على المرأة طب المرأة في القمة فوالا هضر لنا على هذا الفيلم. الوغ هذا الفيلم وثائقي كنشكو فيه كاع النساء اللي شاركوا فيه كانوا 8 نساء مغربيات حرات قويات اصوب فورسون علاش قويات وديما ثقه في راسهم علاش حيت كانت تجربه صعيبه كانت في ثقال وكنا خصنا كنا نوصلوا اولهم انا اللي كنت مغياليزي لو دوكيمونتير انا اللي كنت كنصور بايدي كدير كل شيء واه كنت انا اللي مكادري ما كانش معايا ليكيب ديك الساعه كنت مشيت راسي وكان لو ديفي ديالي هو انايا كان معنا ان غيد ان كوتش اللي تريننا معاه ولو ديفي ديالنا كان هو انا نطلعوا بالليل وفي الثلج. او تحديات كبيره هذه وبوحدك وبوحدك كتصور كل فام كل بروفيل بوحدو وكان خصني ندير معاهم حتى لو سويفي تاع لي زانترفيو حنان هذه فكره اننا نقولوا باللي ان المراه ماشي فقط الدار الخدمه وباللي راها انها تقدر دير بزاف ديال الحوايج. هاد الامهات يعني واش كانوا خدامات كل واحد وخدمته واش مزوجات واش امهات يعني كانوا نوصلوا الرساله ديال ان المراه ماشي بلاصتها فقط طبعا نعرفوا شكون هاد النساء اللي شاركوا كانوا معنا امهات وكانوا بعض النساء اللي ما مزوجينش هما كانوا في التوتال 8 علاش 8 حيت طلعنا في الويمارس باش نفتيو اليوم العالمي للمراه كانوا 8 نساء وكانوا بعض منهم اللي مزوجين كانوا بعض منهم اللي اختيار كان اوازاغ اولا كان اوازاغ ديجا كيفاش تلاقينا بهم كانوا غير دي كان غير تنتلاقاو غير بازاغ في شي ايفينمون شي فورماسيون صافي كتقولوا شارك معايا في هذا كان معايا هذاك لو غيد هذاك لو كوتش اللي كان معانا اللي ترينا بينا ورانا كيفاش غنطلعوا هذيك لاسونسيون ديال تبقال حيت انا الاول ما نقولش لك ضريت منا كنت فرحان حيت غندير تبقال مي انا الاول حيت ازماتيك انا الاول طرا لي المشكل انا الاول فيهم اللي طرا لي المشكل في تبقال في 3800 فلاش يوتيوب. علاش غمرتي هذه المغامره؟ انا من صغري انا متاكده الطبيب ديالك اذا قلتي له غنمشي نعمل تبقال غير يقول لك لا قال لي لا وما سمعتش ليه خطرتي بحياتك وكانت الوالده ديالي اخي وهذا شفت في الدار وقلت لها عنقتها وقلت لها الا رجعت هو هذاك ما رجعتش حتى لهاد الدرجه يعني متمسك بالاحلام ديالك يعني حتى لدرجه حياتك ممكن تكون كان ريسكي بزاف ما عندي مثال كوليدي ولكن ماشي حتى لهاد الدرجه الله يرضي عليك بصح عندنا احلام مزيان حقق الاحلام واخا ولكن حياتك هاد لو بوين كلشي كيدوي ليا عليه مي ميم صحابي ميم لونتوراج ديالي ميم خوتي ميم الوالده ديالي بزاف كاع هي اللي قريب منا بزاف كدوي لي عليه ديما مي انايا نقدر نقول لك انايا تزاديت في جونفي كابريكون راسي قاطع ديبي ولا فان جونفي دوزتي لانيفيرسير ولا مازال؟ لا مازال انا في مي جونفي 14 جونفي صافي باش نفيتيو معاك لانيفيرسير جويز انيفيرسير مسبقا غادي يجي مع السنه الامازيغيه سكي سبيسيال فوالا ما السنه امازيغيه وانا امازيغي سكي سبيسيال تزاديت في لتسبيرج
ليل 27 رمضان ما شاء الله عليك. اذا عندك بزاف ديال الامور اللي هي مميزه فيك، تبارك الله عليك والله يوفقك. قبيتي كنتي كتهضري على ديسانز انيمي وقريتي، قلتي على انك قريتي سينما. كنعرفوا على انك من واحد المجموعه تخصصات في التصوير، الوغ علاش ما قريتيش تخصص ديال التصوير الفوتوغرافي ديال الرسوم المتحركه، وهي كان هي من اصعب هاد النوع ديال الفنون، يعني ديال التصوير الرسوم المتحركه من اصعب هاد التخصصات. كانت كما كاع الناس، كاع الناس كيطمحوا للاهداف ديالهم ولا الزوبجيكتيف ديالهم باغي يوصلوا ليهم. فاش كنت انا في الليسي كنقرا، كان من الاهداف ديالي اني نخدم كمصور في الافلام السينمائيه، في المسلسلات وافلام سينمائيه. كان هذا هو الحلم ديالي الاولاني. هنا فاش شديت الباك ديالي، قررت اني نقرا با، قلبت على المدارس هنا في المغرب توصل لقيت مدرسه اللي كتقرا في السينما، ومشيت تقيدت معاهم قريت. اذا تخرجتي من مدرسه ديال انا شحال عملتي الماستر ديال السينما؟ لا تخرجت من مدرسه ديال السينما. ومن موراها هي فاش كانت التجربه ديالي مع ياسين فنان بكل احترامي ليه، من تما الحمد لله. اذا كانت هذيك نقطه تحول. بالنسبة للوالدين محسن، يعني واش كانوا مساندين انك تقرا هذا المجال، ولا حيت حنا عارفين والدينا ما غاديش نقولوا ما كيبغيوناش الخير، بطبيعة الحال كيبغيو لينا الخير، ولكن ديما عندهم فكرة جاهزة ديال اما طبيب مهندس استاذ، واش هما ساندوك فاش انك تقرا هذا المجال هذا؟ نقدر نبارطاجي معاك هاد لافورماسيون. كانت صعيبة حيت 3 سنين انا كنعاني على هاد السيجا هذا باش نقرا السينما وباش نقرا لا، حيت هما بجوج اطباء اسنان. يعني كانوا بغاوك حتى انت تدوز تكون طبيب اسنان. وانا وانت بغيتي تختار حاجه اخرى؟ انا اونتي شي حاجه اخرى. لا انت الحاجه اللي انت كتساويك واللي كتعجبك فوالا، اللي كان مرتاح فيها، حيت كون درت شي مجال اخر ما كنتش غاتنجح يمكن. تبارك الله عليك. محسن، شنو طموحاتك حاليا في بدايته، وحنا باقيين في البدايه ديال 2024؟ اتمنى الطموحات ديالي انا هو الحمد لله دوز بزاف المعارض. مي عملتي انت دي زيكسبوزيسيون في عمر 23 عام؟ 24 عام. انا كنشوف ما شاء الله يعني باقي صغير ومحقق بزاف د الحاجات، هادشي كيعني انه كيحب المهنه ديالو. وكنشوفوا الواحد ملي كيمشي في شي مجال اللي هو كيبغيه كيقدر يعطي فيه، يعني في اي وخا في سن صغير يعني كيقول لك اعمل بزاف د المعارض. انا كنشوف هادشي مزيون. بارطاج معنا انواع المعارض اللي درتي من غير العنصريه، شنو الحوايج الاخرين اللي كانوا؟ كان اول لا توني اللي درت في المغرب. ديجا كانت هي اول مره غادي نعرض الصور ديالي في المغرب. كنت كنعرض ليترونجي على المغرب، وكانت اول مره في 2023. ضروري نقول لك علاش. ضروري. واخا ما خصك تكمل الفكره، ما قديتش، قول لي علاش. علاش شنو نقول لك؟ كانت صعيبه عليا في الاول، حيت ما لقيتش اللي يفهم داك الشيء، يعني ما لقيتيش الناس اللي كتفهم هاد الفن هذا. فوالا ما لقيتش الناس اللي غيدعموا، لقيتش الناس فوالا اللي غيدعموني باش نكسبوزي هاد النوع ديال يعني شفتو الشباب بحال اللي مازال ما مامنيش هاد الشاب هذا اللي مازال صغير عنده دي زاتو قادر على انه فريمون يعمل اون اكسبوزيسيون اللي هي ناجحه، وعندها عنده واحد لا تيماتيك اللي كيشتغل عليها. وهنا كان فاش عرضت في المغرب درت اون تورني في كازا بلانكا، في فاس، في اكادير، في مراكش. تبارك الله. اكسبوزيت في ضربات ليفيل. كانت غادي تكون طنجه ما كتبش. مازال ما عملتي حتى شي معرض في طنجه؟ كانت غتكون داخله في نورمالمون، كانت داخله في لا توني، غير ما كتبتش. دابا ان شاء الله. ان شاء الله. كاين شي جديد حاليا؟ تبغي تقولوا مباشره من كاب راديو؟ مرحبا. كاين في شهر جوج فيفري كاين واحد ناتوني في تونس. تبارك الله. ان شاء الله. واش بشراكه معينه، واش تستدعيتي من تونس اولا؟ بشراكه مع واحد الجمعيه في تونس ديال التوانسه، وان شاء الله تكون معاهم ان توني ديال ديبا باش نناقشوا الموضوع ديال المراه التونسيه، وسيرتو غادي نناقشوا المراه الامازيغيه في المغرب. جميل جدا. وفي المغرب العربي، المراه الامازيغيه في المغرب العربي.
غادي يكونوا دي ديبا في تونس مع لي تونيزيان، وغادي تكون واحد لابارتي باش ندويو على العنصرية ما عندي ما مع لي سي بصحه مواضيع اللي هي مواضيع اللي هي مهمه واللي هي كبيره نو مواضيع كبيره زعما فريمون قيمه واللي عندها واحد الاهداف يعني ماشي غير هكذا كوكان ياك تبارك الله عليك. نورمالمون لو فوتوغراف كيكونوا عنده الاختيارات، انت اختاريتي المراه ياك، واش كتهتم بلي بورتري، واش كتهتم بجوانب معينه؟ لان ملي كنقولوا اون فوتو فهي كتحمل ثقافه، كتحمل احساس، كتحمل واحد المجموعه ديال الامور. فوالا اختاريت البورتري حيت اول حاجه كفنان فوتوغرافي اللي كنت بازا عليها هو الروغار ديال المرأة. الروغار ماشي غير ديال المرأة مي ديال لا بيرسون ديال ليتر هومان. دابا انت كتعرف تصور فوالا. انا شوي با فوتوجينيك ودائما ما كيعجبنيش راسي فاش كنتصور. اليوم صورني وغادي نشوف واش كتعرف. اذا انا طلعتيني مزيانه غادي جوفي نقول صافي. باش ندوي على هذه النقطه هذه ديال الفوتوجينيك، هذه تقالت لي بزاف المرات. علاش؟ حتى البروجي كور دو فام ما كاينش فيه ناس معروفين اللي تصوروا. هو في اللي فيت بوغ لي فام اللي اوفر توت لي فام. اي وحده تقدر تبارتيسيبي في كور دو فام، معروفه ما معروفاش، هو مفتح الابواب لجميع النساء. وبزاف النساء اللي دوموندينهم انهم تصوروهم قال لك حنا ماشي فوتوجينيك. ابخي ملي كيجيو كيتزوجوا لجبيبات كور دو فام كيلقاو راسهم بانهم يقدروا يتصوروا وكيبغيو يعاودوا يتصوروا مع اخرى. طبعا مع بزاف النساء واخا انا المتشوره. لا بغيت نعرف زعما بغيت نعرف السر زعما واش انت كتعرف تصور؟ غير بغيت نعرف زعما اش كتعمل. تعطينا لاستيس، عطينا السر باش نعرفوا حتى حنا نتصوروا نهار اخر. هو صراحه كاين واحد السر ولكن سر الوغ سر ما غادي تقولوا سر المهنه. انا نقول لكم الموالي ميسي صافي في الاوف ديك الساعه قول لي شنو كاين. تبارك الله عليك، حنا كنفرحوا ملي كنشوفوا شباب مازال صغير لا وعنده مآمن بفكره اللي انت باغي انك توصلها، والاهتمام ديالك سورتو بال والمواضيع اللي كتهم المراه والمراه الامازيغيه. حسيت كذلك يمكن حتى المراه اللي كتعاني من تهميش معين تهي من صميم الانشغالات ديالك ياك. وانه باقي جون وكيفكر في النساء الافريقيات. يعني ماشي اي واحد عنده هذه الفكره، اي واحد ما كنعموش ولكن كنقولوا ان اغلبيه ديال الشباب كتسولهم باغي يمشيوا لاوروب، باغي يمشيوا شي دوله اخرى، ما كتجيوش اللي غتشهرهم كثار، لان الناس كيفكروا في راسهم الحاجه اللي غتشهر كثار ولا اللي غتوصلك دغيا. ولا انت فكرتي فيهم؟ انا ما كنفكرش. اما طاحت لي اما كانت عندي هذه الفكره هذه ديال الهجره لاوروبا، مي كانت عندي كثر الهجره الافريقيه. علاش؟ حيت خاصهم يتفالوريزو، وحنا الا بغيتي تفالوريزي ماشي غير ما حتى الراجل الافريقي الا بغيتي تفالوريزي ماشي تفالوريزي في دوله اوروبيه، تفالوريزي من بلادو بعدا، بدا من افريقيا. والله الا حنا فرحانين بك. انا بغيت غير نسولك، اول اله تصوير كيفاش خديتيها وشكون شراها لك؟ اول كنتي عندك 13 عام سيغمون في الاول كان بالتليفون. كان بالتليفون وكان بواحد الكاميرا نيميريك صغيره، ولكن كانت غير في الدار؟ كانت غير في الدار. كاميرا بروفيسيونيل كيتباعوا غاليين بعد لي كاميرا بروفيسيونيل غاليين. مي واحد الشخص الله يرحمه عادل بحمان فوتوغراف تبارك الله كان معروف في المغرب، وكان من الناس الاولين اللي جا عندي وقال لي هكا كاميرا. عطاها لك كادو؟ ماشي عطاها لي كادو، مي قال لي هاك بدا بها. الله يرحمه مسكين، كنت رحمه عليه في النهار. كان عزيز عليا بزاف، وهو من الناس الاولين اللي حببوني في لافوتو وماشي في السينما، مي لافوتو. فهمتك، كندير التمييز. شنو الرساله اللي تبغي توصل سيرتو للشباب؟ كنهضروا على الشباب انه باقيين في المرحله يلاه بادين. كما هضرنا قبل في الاول ديال الحلقه ان بزاف ديال الناس ما كيلقاوش دعم سواء من عند الاقارب ديالهم ولا من عند صحابهم. يعني شنو تبغي توصل لهم؟ ولا من عند الجهات الوصيه بعض المرات. اللي نقدر نقول لهم بحال جبيبتي، ثقتهم في راسهم، ثقة كافية باش أننا نوصلوا لداكشي اللي بغينا. ثقة كافية 100%. تبارك الله. تكون كما كانت عندي الثقة في راسي ما غنديرش هادشي كامل، الحمد لله.
رغم ان الاسم ديالك محسن بسيط لكنك لست بسيط. تبارك الله كيقولوا لي ديما ديك الشيء. الله يوفقك، فرحانين بك محسن، الله يوفقك وليدي يا ربي امين. وحاجه اخرى اللي كنبغي نوصلها للشباب نيت، فاش خرج على البلاد بقى مغربي 100%. غتبقى انت في المغرب يعني غتبقى هنا ما غت انا غنبقى في المغرب، تسقطش في داكار ولا شي حاجه. انا اونتخ لي دو دابا، ولكن كنبقى ديما مغربي، حيت ملي كنعاود الصور ديالي في بلاصه اخرى كنعاودها باسم فنان مغربي وسيتويان مغربي ومهاجم مغربي. اذا كانك سفير ديال المغرب فين ما مشيتي، باخلاقك برقيك بالفن ديالك كذلك. فوالا علاش، حيت نعطيك ان اكسكلو دابايا في تونس غادي نغوبريزونتي المغرب، في موريال ان شاء الله، في كندا اللي ماكش نقولها هو مباشره من تحرك. اون فا بالي دو المراه الامازيغيه المغربيه. ركزتي على المراه الامازيغيه اللي عندها دور كبير. تبارك الله عليك. كنتمنى نشوفك معنا مره اخرى، وفاش تمشي تمثل المغرب جيب لنا من المعلومات من الافكار من هاد المواضيع اللي كيهمنا على اننا نناقشوها هنا يا محسن. مرحبا بك دائما، الله يوفقك وليك. شكرا على قبولك الدعوه. الوقت دغيا داز باش اننا ناقشنا بزاف ديال الحوايج. 23 سنه كانت كافيه باش انك تحقق بزاف ديال الحوايج، واللي قلتي فيها ان الثقه في النفس هي اهم عنصر باش نوصلوا اللي بغينا، وهي رساله كنوجهوها يعني عن طريق برامج ديال كاب راديو كاملة، أننا نوجه رسالة ديال أن يعني رسالة واضحة، رسالة صادقة، أننا قادرين نوصلوا لشحال من حاجة إلى ثقنا في راسنا. تبارك الله عليك محسن بسيط، شكرا على قبولك الدعوة في برنامج توب ويكند. شكرا جزيلا لك.